بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. مع كل حلقه من هذه الحلقات وفي كل حلقه من هذا البرنامج المبارك نتكلم عن صفه من هذه الصفات وعن نموذج من هذه النماذج التي اتصفت بها وتحلت بها وناخذ في كل صفه من هذه الصفات سبعة نماذج سبعة أشخاص سبعة مظاهر سبعة صور لمن اتصفوا بها وتحلوا بها قصد التأسي والقدوة والاهتداء بهديهم وقصد تعظيم أمة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم أن الخير في الأمة كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها ولأن نهتدي بهدى عباد الله الصالحين ولأن نحبهم في الله ونودهم في الله ونتشبه بهم ونكون معهم فالمرء مع من أحب ومع من ودى ومع, ومع من تعلق به قلبه صفة من الصفات العظيمة التي نبهنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلنا عليها موجبة للاستغلال بظل العرش الكريم وهي ما أشار إليها بقوله وشاب نشأ في طاعة الله وفي لفظ وشاب نشأ في عبادة الله من نشأته وهو مستقيما في الإقبال على ربه جل وعلا مرت به مرحله الشباب ولم يلتفت يمنه ويسره الى ملهيات الدنيا وغرورها وزورها كما يقع فيه كثير من الخلق، بل حافظ على شبابه ووقته وعمره فلم يفنيه الا فيما يرضي ربه جل وعلا. نموذجنا في هذه الحلقه هو الصحابي الجليل العبد الكريم سعد بن معاذ بن النعمان الانصاري الاوسي رضي الله عنه وارضاه. أمه تسمى كبشة بن رافع صحابية أيضا أسلم سعد بن معاذ شابا دخل في الإسلام نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى نشأ في مرضاة ربه جل وعلا من أول أيام عمره فلما أنا أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعلم الإسلام قال سعد لبني الأشهل كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا أي لقبيلته كلها فأسلموا فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحد والخندقة ومشاهد كثيرة في الإسلام وله في الإسلام مواقف مشهورة لو لم يكن لسعد بن معاذ إلا موقف يوم بدر وما أدراك ما موقف يوم بدر يوم أن جمع النبي الصحابة قال أشيروا علي أيها الناس فتكلم عمر فأحسن وتكلم أبو بكر أبو بكر قبله فأحسن تكلم بعده من المهاجرين من تكلم فأحسن والنبي يقول أشيروا علي أيها الناس وهو يريد الأنصار فإنهم عدد الناس وأكثر الحاضرين معه وكان بينه وبينهم عهد أن لا ينصروه إلا في أرضهم وبلادهم وديارهم ما دام فيها يحمونهم مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم فقال سعد بن معاذ هذا الذي نشأ في طاعة الله لعلك تعنينا معشر الأنصار يا رسول الله قال نعم فقال له: قد امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق واعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعه فامضي بنا يا رسول الله حيث اردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق نبيا اختارك بالرساله نجيا لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا وانا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك قال راوي الحديث فسر وجه رسول الله واستنار حتى كان وجهه قطعه قمر فرح من سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه موقف لن ينساه له التاريخ عظيم من شاب عظيم نشا على طاعه الله سبحانه وتعالى أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق بسهم وسال منه الدم ثم انقطع الدم وكان قد دعا الله تعالى أن لا يميته حتى يشفي غيظه مما فعله اليهود بني قريظة ثم حصل منه الحكم فيهم فحكم فيهم بحكم الله جل وعلا وسال الدم من جرحه وتفجر جرحه مرة أخرى فمات سعد بن معاذ فحزن عليه الصحابة حزنا شديدا وبكى عليه الناس بكاء عظيما حتى كانت السيدة عائشة تقول: والله إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر، عمر يبكي، وأبو بكر يبكي، كلهم يبكون حزنا على فقد سعد بن معاذ، فقد مات في الخيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخرج النبي يجر ثوبه مستعجلا مهرولا إليه وقد مات، فوجده قد فاضت روحه إلى ربه سبحانه وتعالى، ومشى النبي أمام جنازته معظما لها محتفيا بها معظما لهذا العبد الصالح وما راى الناس جنازه اخف من جنازه سعد بن معاذ فكان بعضهم يتساءل حتى بلغ الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان بعض المنافقين جابوا بكلام ليس بصحيح ما اخف جنازته ليس له قدر ليس له شان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تحمله ان الملائكه تحمله ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد نزل من الملائكة في جنازته سب سعد بن معاذ سبعون ألفا ما وطئوا الأرض من قبل ما وطئوا الأرض من قبل نزلوا تعظيما لهذا العبد الصالح اهتز عرش الرحمن لموته كانت أم سعد بن معاذ يوم أن مات سعد تنعيه وتبكي وتقول ويل أم سعد سعدا براعة ونجدا ويل أم سعد سعدا صرامة وجدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل نادبة كاذبة الا نادبة سعد، يعني تذكر اوصافا ليست في ميتها وتمدح بما ليس فيه، لكن هذا يستحق المدح ويستحق الثناء ويستحق الذكر الحسن عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. سماه النبي سيد القوم وامرهم ان يقوموا له وقال لهم قوموا الى سيدكم شاب نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى يا شباب المسلمين شرفنا وعزتنا في الثبات على نصرة الله سبحانه وتعالى وتسليم القياد والزمام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقول له آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق فامضي بنا حيث أمرك الله فلنتبع سنته ولنتبع هدية ولا نحيد عنها يمنة ويسرة ولنعلم أن الثبات على ذلك مورث عطاء عظيما عند الله العظيم سبحانه وتعالى والسيادة في الدنيا والآخرة فهذا سعد بن معاذ مثال ونموذج لمن أراد أن يقتدي وأن يهتدي جمعنا الله وإياكم في ظل عرشه الكريم مع سعد بن معاذ ومع السابقين الأولين المهاجرين والأنصار أدخلنا في رحمته أجعلنا من من ينشأ في عبادته ويموت على طاعته ويحشر في ظل عرشه إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين